لازم ندق للدرك شريك. ندق للدرك؟ ما في قيمة لشيل مسروق، شو بندق للدرك نقول يعني؟ بركي برتلي دازز حدا ليسرقه. شريك ننتهي إذا أصدروا الفستان، بتعرف شو يعني؟ مالك عجن مش عم صدق. شو بدنا نعمل جاد هلا؟ ليك بتعرف شو نطور لحظة. في جمال هيدا صاحبي كتير بيشتغل عند برتلي بالخياطة. بسأله بركي في شي تصميم هيك فات هلا على التنفيذ. لك المشكلة مش مين الطرف اللي خلى حدا يسرقه. المشكلة مين اللي سرقه؟ يعني في خيانة من جوا من عنا. في حدا سرقه من الشركة وبدي أعرف مين. وأنت عم بتقول أنه مية عملت هيك؟ جد الفستان كان مع مية. مية منا من هالنوع. شو عرفك أنت؟ ما إلا يومين بالشركة البنت. أنت عم تتطلع بعيونها بس ولا مرة شفت شو في وراهن. البنت بريئة كتير، طيبة، قلبها طيب، هلا بسيطة شوية بس نظيفة. نويت أعمل هيك. انت ومية هذا جمال. شو قال؟ عم بقول ما في شي جديد عم يتخيط هلا وناطرين تصميم جديد ليبلشوا. طب حلو، يعني الفستان الجديد منه مع برتلي. عم وينه لكان؟ لك والله رح جن. شفتك هبلة؟ شو قلت لك انا؟ طهموك بالسر او زتوك؟ خلص امي بشرفك. لك كيف خلص كبنت كيف؟ ما صار لي عمر بقلك بحياته الفقير ما اكل خبز مع الغني، ما بتفهمي يا هبلة. لك امون شو بك هلا عم بهدليها؟ شو قصة هي؟ بعدين تسمعيني نتفة، شو قصة هالفستان؟ ماشي نروح على محل تياب ونجيب 40 فستان منكبهم بوجهن. القصة مش هيك، ليحضروه بياخذوا فترة طويلة، يعني فكرة تصميم فستان واحد بيشتغلوا عليه كتير، حتى لو ضاعت قطعة واحدة بس إلها قيمة كتير كبيرة. بتشوف فستان معمول من ذهب هلا بيان؟ لا بس هلا أكيد مفكريني حرامية. بس أنت ما سرقتي، مش هذا هو المهم؟ بكفي اللي بحبوك يعرفوا إنك فيه وبس. شو قلت؟ بكفي اللي بحبوك يعرفوا انك وفيه. انا فيني لوين وثقوا فيي بس هالمره. ما الله حولك شو خرجنا وثق فيك. ماشي يا عمي ماشي. يا جاد الضيوف الفرنسويه وصلوا وصاروا بالاوتيل ناطرين وناطر صفقه بكره. شو بدنا نعمل هلا؟ قل لي شو بدك ياني اعمل؟ ناطرين الفستان بكره، ما عندي شي فرجيهم اياه، تفضل اخترع شي. طب روحي ماد ما تتشائم. لك وعدتن، انا وعدتن جاد وعدتن. خلينا نفكر برواق، حش صرخ عمول معروف. يا خيي مش قادر روق، كل ما عم يمرق الوقت كل ما عم بتوتر اكثر. عماد خلينا انا افكر شو نعمل. انت ظهر روح عمول شي، روح عند نمر، بركي الزلمه غلطان، بركي في شي غلط. روح لعنده يلا. تروح طيب. اخترت اليوغا لأنه بتشفي الروح والجسد بنفس الوقت؟ لا، لأنه ابتسام ما عندها بيرسونال يوغا ترينر. خلينا نطلع طاقة ابتسام من قلبنا. سوسو. نعم مدام. ليك يا حبيبتي طلبي رقم جاد على الهندي وحطي لي الهندي عدينتي من قلبك أكتر. وأنا أقول وين مدام نورما؟ تأخرت للدق هالمرة. جاد حبيبي ماي انجل هانسم دود، شو عملوا فينا يا جاد؟ شو عملوا فينا يا جاد؟ يا جاد كل هالعيون علينا يا جاد، وهيدي مية المعطرة شحطوها من الشركة، قال هي سرقت الفستان وانا عم دق على عماد ما عم بيرد. عماد ظهر برات الشركة تيروق شوي. كتير مضايق. اسمعيني مدام نورما، الوضع جدي وخطير كتير، اوكي؟ يعني مش وقت ألعيبك هلا. انت بتعرفي كتير منيح اذا بروح الفستان للكومبيتيتورز شو بيصير. شو قصدك يعني انه انا عارفه وين الفستان وعم بخبي عليك؟ لا بس اذا بتعرفي شيء خبرين.
انه انا اول ما اعرف شيء اكيد رح خبر دغري. بعدين انا كل همي انه يتجوزوا عماد ومياه وتخلصوني كلكم على بعضكم. بوزيتيف فايب. سكتي يا هيدي. كيف جاب؟ اكو جاب. رح احكي عالبطيء لتستوعب. انا بهتم بقضية الفستان وانت تهتم بمية وعماد، اتفقنا؟ صار شي عندكم؟ لا. مش طبيعية. ايه علينا. وفاء وفاء، ودي كل مرة بضلني عيط لك جروح صلعيني. انا بضلني عيط لك وانت مدري وين، ما بتجي تردي على التليفون. هادي عم تقري مش شغلتي هيدي. انا توغا لو سي عايزكو تليفون. وي وي بيان سور اكستنسيون 101. يا هلا ميا. عايزة كيفك؟ بس بدي فوت احكي عماد كلمتين. نوا 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 ميا، اصلا انت ما فيك تكوني موجوده هون. بعدين عماد بنده بمكتبه. انا لو محلك هلا بفل من هون. كيف لك عم تجي لميس؟ بدي احكي عماد كلمتين. واحد تفضلي ظهري. اتركيني، ما بكفي تردت وفلت من الشركه. شو بعد بدك؟ بدي فوت احكي عماد. بلا اخلاق، عيط للسكيورتي. معقول؟ شو الصريخ هيدا؟ لميس صار عم فاشينا انت. ما بيكفي سرقت الفستان، شو جاي تعمل هون بعد؟ لا نحكي برا يلا. انا ما سرقت الفستان. تعي 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 حبيبتي. ليكي انا ما سرقته. ليكي فهمنا. ليكي انت بالغلط مفكره حالك صاحبة الشركه. مقهور ما هيك؟ وفاء ما بدي رد. ما حكيتي ولا كلمة بالسيارة، هون بدك تحكي؟ استاذ جاد ما عبالي احكي، بس بدي اشوف استاذ عماد وقال له سوري. انت بطلتي موظفة عنا، بقى هي استاذ بتشيلي لي اياه. بعدين عماد بتحكي معه بس تروقي. انا رايقة. تفضلي. يي شو هيك؟ هيدي دوري. هاي دوري، شو طيوبة؟ كنت جوعانة أكيد. أكلت وشبعت الصبح. ريكس. عندك كلب؟ هذا هامستر. سي هالو. هاي ريكس. هاي ريكس. شو مهضوم؟ كتير فريندلي. Welcome to my place. تفضلي. كتير مهضوم بيتك. بتحضر كتير موفيز؟ أنواع بس مش كل الأنواع. رومانس؟ في موفي عبالي أسألك عنه اسمه Pride and Prejudice. مزبوط؟ هيدا منو مسموح حدا ما يكون حاضره إلا أنا. ليه عم تسألي؟ هيك شفت صورة لقله مرة وحبيت أعرف عن شو بيحكي. هي قصة مشهورة كتير، انكتب بال 1813 وتصور بال 1940. ايه عن شو بيحكي؟ عن الإنسان بس يعشق، كيف بيتحكم فيه الإيجو أوقات وبيسيطر عليه الغرور. مين المغرور؟ بدأ سؤال؟